تابع بهذا المقطع الحديث عن موضوع الاعدادات والمؤقتات الموجودة ضمن معالجات او متحكمات AVR. هذا المقطع راح احكي عن انماط التشغيل وبالتحديد للتايمر كاونتر زيرو اللي هو بيدعم اربع انماط من العمل اللي هي الوضع العادي النورمال مود، كلير تايمر اون كومبير ماتش، سي تي سي مود، الفاست بلس ويز موديوليشن فاست بي دبليو ام، والنقطه الرابعه فيس كوركت بي دبليو ام مود. تكون هذه الاشكال الاربعه الاوضاع العمل الاربعه راح تكون موجوده ضمن العدادات رقم 0 1 و 2 اختلافات ممكن تكون موجودة لكن هي اختلافات بسيطة اللي بيفهم هالأربعة أنماط عمليا فهم طريقة استخدام كل العدادات المتاحة ضمن متحكمات AVR. ليش بالوضع الأبسط اللي هو الوضع العادي أو النورمال مود. هذا النمط راح أقول هو النمط الأبسط لعمل العدادات ضمن الأنماط الأربعة، يتم فيه العد باتجاه تصاعدي فقط من صفر إلى الماكس، معناته يعني من صفر إلى 255، بعد 255 بيرجع هي القيمة صفر. إذن هذا النمط هو النمط النورمال مود، النمط البسيط ملخصه بيد العداد من صفر إلى 255 بيرجع إلى صفر، حتى 255 صفر إلى 255، مع الملاحظة أنه لما بوصل إلى القيمة 255 عندي إمكانية أني استخدم مقاطعة التايمر أوفرفلو زيرو. هي راح يتم من خلال إذا فعل بت المقاطعات العام وبت المقاطعة الموافق لتامر أوفرفلو زيرو، راح يتم رفع علم الموافق لهالمقاطعة وبالتالي طلب تنفيذ إجرائية خدمة المقاطعة TOV زيرو. تقول إنه هذا النمط أشهر استخدام له هو توليد فواصل زمنية معينة، وهذا الشيء ممكن نشوفه لما بدي بلش قيس أزمنة، بدي بلش قيس فواصل زمنية، أو بدي أنا بدي أحصل على أزمنة مثلا بتساوي 1 ملي ثانية. هذا الشيء راح أحصل عليه باستخدام أبسط وضع من أوضاع استخدام العدادات اللي هو بيعدل لي عدد مناسب لإلي يوافق 1 ملي ثانية. إذن راح أقول هذا هو النمط الأول، نمط بسيط تتم فيه العد من صفر إلى 255، العودة إلى صفر حتى بعدين متابعة إلى 255 وهكذا بشكل متكرر، مع إمكانية استخدام المقاطعة تايمر أوفرفلو اللي راح تظهر عند القيمة ماكس. برجع بقول استخدامه الأشهر وليس لتوليد أشكال الأمواج وإنما لتوليد فواصل زمنية رح أعتمد عليها لحتى قيس الزمن. تقريبا الشكل أو النمط العمل التالي Clear Timer on Compare Match CTC Mode. هلا باختصار بهذا النمط انتبه من اسمه Clear Timer on Compare Match، تصفير المؤقت أو العداد عند تحقق المساواة أو تحقق عملية المقارنة المطلوبة. بمعنى تاني بهذا النمط رح العداد يقوم بالعد من قيمة معينة إلى قيمة توب، قيمة توب راح تكون موجودة ضمن المسجل output compare match.
دون مسجل أو compare register zero. وخرج أو نتيجة استخدام هذا النوع من هذا النمط من أنماط العمل هو الحصول على خرج بشكل طقل. هذا الخرج رح يبدل حالته بين الصفر والواحد عند كل مرة بتنفي عملية المطابقة. مع تاني العداد رح يضل يعد بشكل متكرر، كل ما بيوصل محتوى العداد إلى القيمة output compare register رح تصفر محتواه ورح تتبدل حالة الخرج من صفر إلى واحد أو بالعكس. ممكن استخدم مع هذا النمط مقاطعة هي output compare. لما بوصل لعند القيمة top اللي رح يعدل هذا العداد رح يتنفذ إجرائية المقاطعة output compare interrupt، وممكن خلال هالإجرائية خدمة المقاطعة أني غير زمن أو غير محتوى المسجل OCR 0 وبالتالي غير عرض نبضة الخرج، مثلا غير زمن التشغيل وزمن الإطفاء حسب ما أنا بحتاج. خلونا نوضح هذا الشيء من خلال هذا المخطط الزمني. أشوف أنه محتوى العداد رح يتزايد من قيمة دنيا حتى قيمة توب. لما بوصل إلى هاي القيمة التوب اللي هي موجودة من مسجل OCR 0 رح يرجع محتوى العداد إلى القيمة 0. رح أرجع أبلش بالعد حتى أوصل إلى القيمة توب، رجع إلى 0 إلى التوب إلى 0. بنتبه أنه هون غيرت قيمة OCR 0 وبالتالي أنه التوب تغيرت. لما وصلت عند التوب رجعت إلى القيمة الدنيا، غيرت هنا محتوى مسجل OCR 0. انتبه إنه مجال العد لعند التوب تغير يا 0 التوب 0 توب 0. هون رجعت زدت محتوى المسجل OCR 0 إلى قيمة جديدة، بالتالي زاد عندي أنا القيمة اللي رح يعد لعند العداد هي توب، وهكذا. انتبه إنه هيدا هو محتوى العداد عم يتغير بين الصفر. انتبه clear timer on compare match، لما تصل عندي عملية المقارنة تساوي بين ال TCNT 0 وال OCR 0 رح نعمل clear للتايمر، معناتها رح توفيه القيمة 0. بنتبه انه بهالمنطقة من العد كانت الحالة الأولى عندي أنا 0، ممكن تكون تفرض أنت يعني هون بهذا الشكل أنا عندي الحالة الابتدائية هي الحالة 0 للمخرج OC 0. لما بدي بلش عد اوصل الى القيمة توب اللي هي محتوى مسجل OCR 0، رح يصير عندي شغلتين clear timer on compare match، رح يصير clear للتايمر او للكاونتر، رح يصير محتوى TCNT 0 يساوي 0. وبنتبه انه رح ينعمل طقل لحالة الخرج، اذا كان 0 رح يصير 1. برجع رح تابع العد من جديد من الصفر حتى الـ OCR 0، رح أعمل clear للتايمر وأعمل toggle لحالة الخرج. تبعوا على شكل الإشارة اللي عم تولد عندي على الخرج، هيدا الـ wave generator wave form generator عم يعطيني هذا الشكل. إذن لما وصلت إلى الـ OCR 0 رح تصير قيمة الـ OCR 0 القيمة off، رح أرجع تابع عد من صفر إلى الـ OCR 0، رح أرجع أعمل clear وأعمل toggle لحالة الخرج اللي هي رح تصير 1. انتبه إنه عند هالمساواة هالcompare match، انتبه إنه غيرت قيمة المسجل OC 0 OCR 0 اللي هي رح تحدد لي القيمة top للعد. انتبه كيف عندي صغر زمن الحالة. هون عند هال output compare match كيف غيرت هون ال OCR 0 ايضا صغرتها. انتبهوا كيف صغر عندي الزمن. اليوم هون رجعت 6 للقيمة OCR 0، انتبهوا كيف زاد عندي هذا الزمن.
إذا أنا قادر على تغيير القيمة العظمى اللي راح يعدلها العداد هي top، وبالتالي تغيير زمن الأوف أو زمن الأون حسب ما أنا أحتاج. عادة هذا التغيير عادة أنا ما بعمله بشكل عشوائي، أنا بعمله بشكل يعني أو بموقع معروف هو ضمن المقاطعة output compare صفر. هذا المقاطعة انتبه انه وين بينرفع العلم اللائلة؟ بينرفع العلم اللائلة عند الوصول الى التوب، عند الوصول الى التوب، عند الوصول الى التوب، عند الوصول الى التوب، توب توب توب، عند الوصول الى التوب. اذا عند كل وصول الى القيمة توب راح ينرفع عندي علم، ممكن أنا من خلال الوصول إلى هاي القيمة أطلب إجرائية خدمة المقاطعة أو كومبير صفر. يفضل أنت كتنظيم لبرنامجك ما يكون عندك تغيير بمناطق عشوائية، تغيير بمناطق معروفة قيمة الـ OCR صفر. لكن إذا حبيت ممكن تغير قيمة OCR صفر بأي نقطة من برنامجك، لكن هلا منشوف أنه التغيير وين رح تظهر نتائج، يعني تغيير محتوى المسجل OCR صفر وين رح تظهر نتائجه أو تعديله على عمل العداد، بأي لحظة تماما رح يظهر تأثيره لهذا التغيير. إذن رح أقول من هذا الشكل اخترت من خلال نمط العمل clear timer and compare match غير زمن تشغيل واطفاء لخرج معين، ورح اقول انه من خلال هذا الخرج دو شو عم يعطيني، عم يعطيني شيء اسمه period او الزمن لدور واحد بين الاون بين الاوف والاون. رح اقول مثلا من حافة هابطة إلى حافة هابطة تالية، حافة هابطة إلى حافة هابطة تالية، حافة هابطة إلى حافة هابطة تالية. هلا هاي الأزمنة، رح أكون قادر على ضبطها بالشكل اللي أنا بحتاجه، وإذا كان عندي الشكل منتظم أو الأزمنة منتظمة بمعنى تاني ما في عندي تغييرات بأو سي آر صفر، رح أقول إني رح أستخدمه لهذا النمط لحتى شكل ترددات، ولد ترددات منتظمة. بمعنى تاني فيني أحصل على دور هو زمن الأوف زائد زمن الأون، زمن الأوف زائد زمن الأون. ممكن يكون عندي الديوتي سايكل متساوي، ممكن يكون يعني 50% مثلا، ممكن يكون مختلف عندي زمن الأون عن زمن الأوف. لكن إذا بستخدم قيم منتظمة للنمط CTC رح أقول أن استخدام الأشهر لهذا النمط هو لتوليد ترددات على الخرج OC صفر، وهذا تطبيق رح أعرضه ضمن الأمثلة فيما بعد. بالنسبة للتردد اللي رح أحصل عليه على خرج هذا النمط في حال، طبعا هاي المعادلة في حال كان عندي زمن الأون يساوي زمن الأوف، رح أقول إنه التردد رح أحصل عليه هو إشارة أو تردد إشارة الساعة الرئيسية للمعالج أو المتحكم تقسيم 2. هلا أول شيء خليني أعتبر هيدا الN يساوي 1 تقسيم 2 ضرب 1 زائد OCR صفر. طبعاً ليش 1 زائد OCR صفر؟ لأنه أنا عندي عداد بعد من الصفر، معناته يعني 255 هي 256 عدة. لأجل فقط on أو off ما كان في داعي استخدم الاثنين، لكن نظرا لأنه أنا عندي الإشارة عم يكون عندي نصة on، بمعنى تاني عندي هنا المحتوى الـ OCR صفر زائد محتوى الـ OCR صفر، وبالتالي دور الإشارة عم يوافق 2 ضرب محتوى الـ OCR صفر.
في حال كان عندي مقسم تردد يساوي الواحد راح يكون عندي قيمة هذا المتغير N تساوي L واحد. حقا مقسم تردد عندي يساوي 8. رجع أذكر مقسم تردد هو معامل تقسيم إشارة الساعة الرئيسية للمتحكم حتى أحصل على إشارة الساعة اللي عم يعد عند العداد تايمر كاونتر 0 بحاجته. هذا الـ N ممكن يكون قيمته 1, 8, 64, 256 و 1024. من خلال هالعلاقة رح أقول أني رح أكون قادر على حساب تردد إشارة الخرج اللي عم أحصل عليها من نمط العمل CTC مع التنويه أنه زمن الأون يساوي زمن الأوف. إذن زمن الأون يساوي زمن الأوف حتى تحقق عندي هاي المعادلة. ننتقل إلى النمط الثالث من أنماط عمل العدادات اللي هو Fast Pulse Width Modulation. رح أقول أنه رح ولد رح أكون قادر على توليد إشارة PWM. إشارة PWM معروف أنه في عندي دور منتظم أو تردد منتظم على إشارة الخرج, لكن المتغير هو زمن الأوف وزمن الأون. بمعنى تاني عم غير الديوتي سايكل أو زمن التشغيل خلال كل دور من الأدوار المنتظمة. إذن هون رح أقول أنه الدور ثابت, ما بقى عم غيره مثل نمط CTC مود اللي هنا رح يعد العداد من القيمة بطن إلى القيمة ماكس أو من 0 إلى 255. لما بكون عند القيمة 0 رح يكون محتوى العداد TCNT 0 رح يكون قيمته 0. لما بوصل إلى الماكس رح يكون TCNT 0 يساوي 255, العدد التالية تساوي 0 وهكذا. لكن اللي رح يصير عندي هون انه المسجل Output Compare 0 Output Compare Register 0 رح اعتمد عليه او رح اعتمد على محتواه حتى حدد زمن التشغيل وزمن الاطفاء. بالنسبة لي القيمة OCR 0 هلا رح اشوف شو تأثيره على خرج الوحدة تايمر كاونتر 0. رح أشوف وين بتظهر مقاطعة موافقة للأوتبوت كومبير أو عملية حدوث التطابق بين محتوى العداد ومحتوى مسجل أوتبوت كومبير. وأيضا بدي أشوف إنه شو بصير عندي لما بوصل إلى القيمة ماكس اللي هي بتوافق عمليا إمكانية تفعيل المقاطعة تايمر أوفر فلو 0. قبل ما ارسم شكل الخرج لازم نبه لانه رح اعتمد على مجموعة من البتات هلا رح اشوفها بالمسجلات. من خلال رح ولد خرج على قطب المتحكم OC 0. برجع بقول الدور عم يكون عندي ثابت لانه العد من 0 الى 255, لكن رح اعتمد على قيمة المسجل OCR 0. راح يتم عملية مقارنة دائما بين OCR 0 و TCNT 0. لما تصير عملية تطابق راح يصير عندي إحدى الحالتين. الحالة الأولى هي Non-Inverted PWM. لما بهيد الحالة لما PWM غير المعكوس, لما بوصل لحالة المساواة معتين لما TCNT 0 توصل إلى القيمة OCR 0 الخرج راح يغير حالته للصفر. بمعنى تاني لما بكون عند العد صفر رح يكون الخرج on, لما بوصل الى OCR صفر رح يصير الخرج off ورح يضل off حتى اوصل الى القيمة 255 وارجع الى الحالة on او الواحد المنطقي. الحالة التانية للخرج هي inverted PWM. بهذه الحالة رح اقول انه لما بكون عند الصفر رح يكون خرج القيمة على البيت أو على البين OC 0 راح تكون القيمة هي 1, ولما بوصل محتوى العداد إلى القيمة OCR 0 راح يصير خرج العداد هو بالحالة 0.
حتى أوصل إلى الماكس، العد التالي عند الصفر رح يرجع إلى الواحد، فرح سميه الانفيرتد بي دبليو ام. هون نوضح هذا الشكل، هذا الحكي كلياته من خلال رسم بيختصر أو بيعرض بيلخص كل شيء حكيناه حتى الآن بالنمط فاست بلس ويث موديوليشن. انتبهوا معي إنه محتوى العداد، محتوى العداد عم يتراوح بشكل متكرر بين 0 وال 255، 0 255 0 255 0 255 0 255 0 255 0 وهكذا. إذن مجال العد هون عندي ثابت، تذكر لما قلت إنه الدور عندي ثابت، لكن اللي عم يتغير عندي هو ديوتي سايكل أو زمن الأون وزمن الأوف خلال هذا الدور. انتبه إنه الحالة الأولى هي النون انفيرتد بي دبليو ام أو الحالة أوتبوت كومبير زيرو. بنتبه إنه لما يكون عنده صفر رح يكون محتواه أو حالة الخرج هي on، رح تابع بالعد حتى أوصل إلى الـ output compare. وانتبه بمثالي هون إنه الـ output compare register 0 محتواه 255، حتى 255 رح يضل 1. بتذكر إنه رح يتم التعديل بالعدة التالية، وبالتالي لحدود ال 255 رح تضل القيمة 1، وبعد 255 هي 0، وبالتالي رح ارجع الى الواحد. اذا عدي 256 لن تظهر، وبالتالي رح تضل عندي حالة الخرج هي 1. الحالة التالية انتبه ايضا ال OCR لساته OCR 0 محتوى 255، وبالتالي لساته عندي الخرج بالحالة on. انتبه انه عند هالقمة هون رح يتغير محتوى المسجل OCR 0. OCR 0 لما بغير قيمته تحت 255 بنتبه انه رح ارجع هنا الى 0. بس وصلت قيمة TCNT 0 الى ال OCR 0 الى ال OCR 0 رح يصير عندي بال Non-Inverted PWM رح ضل عندي الخارج on حتى اوصل الى ال OCR 0 رح يصير عندي الخرج بالحالة off. طب وهي أول مرة ببدل فيها حالة الخرج. رح تابع عندي العداد العد حتى أوصل إلى القيمة 255. بس وصلت إلى 255 العد التالي هي 0، وبالتالي رح يرجع عندي خرج العداد إلى الحالة on. أيضا بلاحظ هون إنه تم تعديل OCR 0، وبالتالي عند الصفر رح يصير عندي الخرج صفر، عفوا الخرج هو on. رح ضل العد حتى أوصل إلى OCR صفر، بس تساوى عندي TCNT صفر مع OCR صفر رح يبدل عندي خرج العداد إلى الحالة off. رح ضل بالحالة off حتى أوصل إلى القيمة max مثل عادة. وصلت إلى قيمة 255 عند الصفر رح يصير عندي عودة إلى الحالة on. انتبه إنه غيرت الـ output compare register، الاوتبوت كومبير ريجستر هون عم صغر قيمته ايضا. تبو كيف عم عد من الصفر الى الاوتبوت كومبير ريجستر زيرو، تبو كيف زمن الاون عم يصغر عندي هون. طبعا هون كان عندي الاون 100%، هون الاون مثلا خلينا نقول 75%، الاون 50%، الاون خلينا نقول مثلا 15 او 20%. فانا من هون من خلال تغيير قيمة الاو سي ار صفر عم غير زمن التشغيل هو الديوتي سايكل من خلال تغيير محتوى مسجل OCR 0. عم ضل عندي دائما عد من 0 إلى 255 بشكل متكرر حسب محتوى المسجل OCR 0. برجع بنبه أنه تعديل المسجل OCR 0 يتم عند القمة عند 255، وبالتالي حسب قيمة OCR 0 عم غير زمن التشغيل، وبالتالي هذا بكافئ تغيير زمن الإطفاء، لأنه برجع بقول الدور ثابت هو زمن تشغيل سائل زمن الإطفاء. أول شيء رح أقول أنه أنا هذا الرسم هذا الـ OC0 يوافق الخرج من الشكل Non-Inverted PWM. إذا استخدمت الإعدادات لتعطيني الـ Inverted PWM هي رح تكون النفي للحالة اللي عرضتها. انتبه أنه رح يكون عندي
نفي للحالة السابقة. منتبه لما بتساوى مع الـ OCR صفر رح يصير الخرج بالحالة on، لما بوصل إلى الماكس رح يصير الخرج بالحالة off. لا رح طلب الـ off حتى أوصل الـ OCR صفر، رح يصير بالحالة on حتى أوصل إلى الماكس رح أرجع إلى الحالة off وهكذا. شو اللي بنتبه عليه؟ إنه عندي الدور هون ثابت، دور ثابت، والعد دائما من 0 إلى 255. إذن العد بنمط Fast PWM هو من 0 إلى 255 بشكل ثابت، لا يمكن تغيير مجال العد. عندي هون ملاحظتين. الملاحظة الأولى الـ OCR 0 Interrupt Flag Set، بمعنى تاني لحظة طلب الخدمة OCR 0 interrupt، عفوا OC interrupt 0 out compare interrupt 0، تبهوا انه هي لحظة الوصول الى القيمة OCR 0، لحظة الوصول الى القيمة OCR 0 كيف كانت عندي بالحالة السابقة. ايضا لحظة الوصول الى الـ OCR 0، لحظة الوصول الى الـ OCR 0. اذا المقاطعة output compare interrupt 0 تم طلبة عند الحدوث التساوي مع القيمة الموجودة من مسجل output compare register 0. عندي المقاطعة الأخرى اللي هي timer overflow 0 interrupt flag set، انت عم يتم رفع العلم الموافق لمقاطعة timer overflow 0. انتبه انه لما بوصل الى القيمة انتبه هون القيمة ماكس اذا عرفت وين بصير عندي طلب كل مقاطعة. انتبه انه هون بالاول شيء كان عندي الـ output compare كانت رح تظهر بوقت الـ overflow، بوقت الـ overflow، لكن هون اختلف عندي وقت الـ output compare interrupt عن الـ overflow interrupt. ملاحظة الأخيرة عندي على هذا الشكل، بنتبه انه الـ OCR 0 update عم يقول لي انه يتم تحديث محتوى المسجل OCR 0 عند الوصول الى القيمة 255. بمعنى تاني انت اذا عدلت محتوى المسجل OCR 0 ببرنامجك او اذا عدلته بالمقاطعة Output Compare Interrupt، امتى رح يتم تنفيذ هذا التعديل؟ في نهاية الدور، في نهاية الدور، وبالتالي اي تعديل لم تظهر تأثيراته حتى الوصول الى الدور التالي، حتى الوصول الى الدور التالي. اما بالستي سي مود مباشرة انت كنت تعدل بدور كان يظهر عندك بالنصف الثاني من الدور، يعني ممكن بيكون بين الاون وبين الاون وبين الاوف او بالعكس بلحظة حصول الاوتبوت كومبير انتربت ممكن تغير زمن الاون وزمن الاوف خلال نفس الدور اللي انت عم تشتغل فيه، إلى نفس البيريد اللي أنت عم تشتغل فيها، يعني بين حافة صاعدة وحافة صاعدة تالية مثلا، أو حافة هابطة وحافة هابطة تالية. أما بالنمط Fast PWM التعديل الجديد، رح يتم بالدور التالي، بمعنى تاني من حافة صاعدة إلى الحافة الصاعدة التالية رح يكون إعدادات نفسها الحافة الصاعدة التالية بعد الحافة الصاعدة التالية مع تاني الدور التالي لحتى يظهر عندك التأثير على المسجل أو كومبير ريجستر صفر. بالنسبة لتردد الخرج على البين أوت كومبير زيرو، انتبه انه هو يساوي تردد إشارة الساعة الأساسية للمتحكم تقسيم، أول شيء تقسيم 256 في حال كان عندي مقسم تردد قيمته واحد. انتبه انه في الواقع انت عم يطلع معك كل 256 عدة حتى يطلع معك دور واحد، وبالتالي
التردد الكلي على 256 راح يطلع معك تردد إشارة PWM تحصل عليها. برجع بقول تردد إشارة PWM هو تردد ثابت لما تعمله أعدادات. عندك إمكانية إنه تعطي قيم لي مقسم تردد، ممكن مقسم تردد 1, 8, 64, 256, و1024 حسب ما أنت بتحتاج تردد إشارة PWM بدك تستخدمها مع الشيء اللي عم تتحكم به أداءه. أكيد من أشهر استخدامات الإشارات PWM هي التحكم بأحمال تحتاج جهود متدرجة، وبرح أقول إنه راح استخدمه لهذا النمط لحتى ولد جهود تشابهية على مخارج المتحكم. مثلا ممكن يتحكم بسرعة دوران محرك دي سي، ممكن يتحكم بشدة صوت مولد من مصدر صوتي بزر مثلا، ممكن يتحكم بتشغيل وإطفاء سخان مثلا من خلال استخدام نمط فاست PWM. ننتقل إلى الشكل التالي، هو نمط العمل التالي هو الفيز كوريكت PWM مود. النمط راح أقول إنه العداد بيشتغل بطريقة مشابهة لنمط فاست PWM، لكن في عندي خلاف أساسي بين النمطين، إنه هون يتم العد من القيمة بطن إلى القيمة ماكس، بعدين عمليه العد بشكل صوتي، بعدين بعد بشكل تنازلي من الماكس إلى البطن مع مصفر إلى 255، ثم 255 إلى صفر عد تصاعدي ثم تنازلي. لما يكون في عندي عد تصاعدي وعد تنازلي معناته في عندي حالة مطابقة أو مساواة، مرة بالصعود ومرة بالهبوط مع المسجل OCR صفر. أقول هنا أنه محتوى المسجل OCR صفر لما أنا بغير له محتواه يتم تعديله عند الوصول للقمة مثل الفاست PWM. لما بصير عندي التعديل في القمة ممكن يختلف عندي زمن تشغيل والإطفاء على خروج العداد، بمعنى تاني زمن الأون بين القسم الصاعد والقسم الهابط ممكن يختلف. أنا أكيد راح أدي هذا الشيء لاختلاف زمن الأوف نظرا أن الدور ثابت، وهذا الشيء راح أقول أنه إذا كان عندي إمكانية لتغيير زمن التشغيل والإطفاء بين الصعود والهبوط، راح أقول أنه موضوع زمن التشغيل أو زمن الأون وزمن الأوف من الدور غير متساوي في حالة صعود وهبوط بشكل مضمون. فلهيك هيدا النمط اسمه Phase Correct PWM، بمعنى تاني زمن الأون وزمن الأوف، عفوا زمن الصعود وزمن الهبوط هو فقط الصحيح Phase Correct PWM، لكن لأجل المحافظة على تطابق بزمن تشغيل وزمن الإطفاء بين طور الصعود وطور النزول لازم احتاج او لازم استخدم نمط هو في الواقع لا يؤمنه، التامر كاونتر زيرو. النمط هو اسمه فيز اند فريكوينسي كوريكت PWM مود. اقول بهذا النمط راح يكون عندي تعديل الاو سي ار صفر هو عند البوتوم فقط، وبالتالي خلال دور واحد من الصفر الى الصفر التالي راح يكون زمن التشغيل وزمن الاطفاء ثابت لا يمكن تعديله. التعديل يكون في الدور التالي، بمعنى تاني بعد الصفر التالي او الوصول الى نهايه هذا الدور بشكل كامل. إذن النمط المتاح ضمن العداد
تايمر كاونتر 0 وفيس كوريكت بي دبليو ام فقط مع النمط الاضافي اللي راح يظهر عندي ضمن التايمر كاونتر 1 هو فيز اند فريكوينسي كوريكت بي دبليو ام مود. بالنسبه لمعادله تردد هذا الخرج، تذكر كان عندي بالحاله السابقه البي دبليو ام كان تردد اشاره الساعه الاساسيه المتحكم على 256، لاحظوا هون على 510. طبعا بتخلي انه من 0 ل 255 الى 0، ممكن البعض يفكره هو 512. هلا في الواقع انت عم تعد من 0 الى 255، هي اول 256 عده. بعد 255 ما بتتكرر، بعد 255 رح يجيني 254 بالطور الهابط، والصفر اللي هي بنهاية الطور الهابط رح تتم اعتبارا الدور التالي، وبالتالي رح أقول انه بالصعود رح يكونوا 256 عدة، بالهبوط انه 254 عدة، المجموع هو 510. 256 زائد 254 هنون 510 عدات. إذا كل 510 عدات، إذا كان عندك مقسم تردد واحد، كل 510 عدات حتى يظهر عندك دور واحد لإشارة الـ PWM الفيز كوريكت. ممكن تختار مقسم تردد قيمته 8 أو 64 أو 256 أو 1024 حتى تقلل من تردد إشارة الفيز كوريكت PWM اللي عم تولدها على خارج هذا العدد. مثل العادة نعرض رسم بيوضح كل هذا الكلام. محتوى العداد سبق وذكرت انه تراوح من 0 الى الماكس 255، هيدا طور الصاعد. طور الهابط راح تنقص قيمة العداد للقيمة 0، نرجع 255 0 255 0 255. إذن محتوى العداد عم يتغير بين القيمة 0 والقيمة 255 بشكل متكرر. بالنسبة لي النقاط اللي عم يصير عندها التطابق مع المسجل أو في كومبير ريجستر 0، راح أقول أنه بمثالي هون عندي مستخدمين أوت كومبير ريجستر 0 محتوى 255، انتبه أنه صارت عندي المقارنة عند القمة، وفي حالة النون انفيرتد بي دبليو ام أو بحالتي هون أنه راح يضل عندي الحالة اون ابتداء من الصفر حتى المطابقة، راح اشوف ان الحالة راح تضل اون، وراح يصير عندي عمليتين مطابقة عند القمة، وبالتالي عند الهبوط من القمة الى الـ OCR 0 راح نرجع الى الحالة اون. انتبه انه ما في عندي انتقال الى الحالة صفر اصلا. ايضا وصلت هون الى القمة او الى القيمة صفر، جيت تابعت العد من الصفر الى القيمة العظمى. انتبه هون الواضح معي انه عند القمة تم تغيير قيمة المسجل OCR صفر، لاحظ هذا الشيء ظهر تأثيره في الطور الهابط. انتبه انه عند اول مطابقة تغير الخرج من الON الى الOFF، بالمطابقة الطور الهابط تغير عندي الخرج من الOFF الى الON، من الOFF الى الON. اذا عند اول مطابقة بالصعود الخرج بتغير من ON الى OFF، المطابقة الثانية بالهبوط الخرج بتغير من OFF الى ON. هذا الخرج بحالة ON حتى اوصل الى البوتوم، راح ارجع اعد بالطور الصاعد. انتبه انه الOCR لسه ما تغير من بين الهبوط والصعود، الـ OCR لا يتم تغييره، وحيكون مدة ثابتة، مدة الON هون متناظرة بين اتجاه هابط ثم اتجاه صاعد، اتجاه هابط ثم اتجاه صاعد، مدة
لتشغيل هونة متناظرة بين الهبوط والصعود. انتبه انه وصلت الى المطابقة، مطابقة بالصعود رح يتم اطفاء الخرج، رح اوصل الى القيمة ماكس، وانتبه انه هون تغيرت قيمة الـ OCR 0. مطابقة بالهبوط تؤدي الى تشغيل الخرج يرجع الى الصفر، ورح يظل الـ OCR 0 نفسه على الاقل حتى قبل القمة التالية، وبالتالي زمن الأون بين الهبوط والصعود مش أقول متناظر بين الهبوط والصعود. إذن هذا هو شيء المقصود فيه إنه بالface correct PWM مود عندي العد تصاعدي ثم تنازلي. الface correct عم يكون عندي زمن الصعود يساوي زمن الهبوط، تالي عندي phase correct، لكن ما في عندي frequency correct لأنه ممكن يكون عندي زمن التشغيل في الصعود مختلف عن زمن التشغيل في الهبوط. برجع بقول بدك يكون عندك زمن صحيح بين الصعود والهبوط أو متساوي بين الصعود والهبوط، لازم يكون عندك phase and frequency correct PWM mode، هو نمط موجود فقط في التايمر كاونتر 1 ضمن المتحكم أتميجا 32. انتبه هنا انه عم يحسب عندي الدور بين القمة والقمة التالية، القمة والقمة التالية، وهو دور ثابت، هو دور ثابت يعني من هبوط الى صعود ودور ثابت. طبعا مثل ما كان عندي نون انفرت بي دبليو ام وانفرت بي دبليو ام، تبع عندي هون الوضعية الاولى للقطب او المخرج اوتبوت كومبير 0، الوضعية اللي اوتبوت كومبير 0 مع النوت، كل واحد رح يصير صفر وكل صفر رح يصير واحد. بمعنى تاني بالمقارنة عند الهبوط رح يصير عندي انتقال الخرج من الأون إلى الأوف، مقارنة عند الصعود انتقال الخرج من أوف إلى أون. النقاط الأخيرة اللي بدي نبه عليها، أول شيء تايمر أوفر فلو انتربت فلاج سيت، بمعنى تاني لحظة طلب المقاطعة تايمر أوفر فلو صفر في هذا النمط من أنماط العمل. إذا كنت مفعلة راح تظهر عند البوتوم، عند البوتوم، عند البوتوم، بمعنى تاني طور صاعد وطور هابط عند البوتوم. بنتبه إلى المقاطعة Output Compare، بنتبه إنه هون ظهرت عندي مرتين، هون ظهرت عندي مرة ومرة في الهبوط، هون عندي مرة في الصعود ومرة في الهبوط، هون مرة في الصعود، وبعدين ما بعرف وين باقي المثال. لكن بذكر موضوع انه بالفيس كوريكت بي دبليو ام مود عندي مقارنة في الصعود ومقارنة في الهبوط. في حال كان عندي الـ OCR 0 محتواه يساوي الماكس راح تحصل المقاطعة عندي مرتين. وانتبه هنا يعني عمليا في الواقع هنا كان لازم يتم الانتقال الى الحالة off ثم العودة الى الحالة on، لكن المقاطعتين صاروا بنفس اللحظة ولم يتم تغيير حالة المخرج او سي صفر. هنا في عند الوصول الى القيمة ماكس تم تغيير حالته من on الى off، وتم تغيير ايضا الاو سي ار صفر بحيث اختلفت القيمة في الهبوط، وبالتالي ظهر عندي انتقال من on الى off. انتبه على الملاحظة ايضا الـ OCR update الـ output compare register 0 update، انتبه انه عم يتم التغيير عند القمة، تم التغيير عند القمة، عم يتم التغيير عند القمة، وبالتالي ممكن يكون عندي زمن الـ on وزمن الـ on الـ off مختلف بين الصعود والهبوط. حتى اضمن انه يكون عندي زمن الـ on والـ off متساوي في الصعود والهبوط، منطقيا لازم يكون عندي موقع تحديث محتوى مسجل OCR 0 هو عند نهاية الدور، وهو في الواقع عند البوتوم، حتى أضمن أن يكون عندي phase and frequency correct PWM mode. هكذا أقول أني خلصت أنماط العمل الأربعة اللي هي normal mode, CTC mode, clear timer and compare match والfast PWM mode والphase correct PWM mode.
قبل ما انتقل لموضوع المسجلات، لازم اوضح بمجموعة من الاشكال شو يعني تقسيم تردد، وكيف عم يصير عندي شكل اشارة الساعة المطبقة على العداد لما عم استخدم مقسم التردد. هلا احنا ما دائما بنحتاج ترددات عمل، وبالتالي ترددات عد رخول كبيرة. إذا كنت أنا شغل مثلا المتحكم على ترد عمل 16 ميجا هيرتز، أنا ما ضروري يكون عندي الخطوة اللي بدي قيسها هي 1/16 مليون من الثانية، وبالتالي استخدم ترددات أصغر لحتى شغل عليها العداد، ومع تانية قيس فواصل زمنية أكبر من 1/ إشارة الساعة اللي عم استخدمها مع المتحكم. لاحظ هون أنه إذا بدي أحصل على قيم ترددات أصغر من تردد إشارة الساعة اللي مستخدمة مع المعالج الرئيسي للمتحكم، في عندي إمكانية تقسيم التردد على 1، مع تاني أخذ الإشارة نفسها أو السرعة نفسها، على 8، على 64، على 256، على 1024. لما كل 1024 معناتها أنا عندي مقسم تردد 10 بت. رح أقول أنه عملية تقسيم التردد رح تتم بشكل مستمر ورح تنفذ بشكل دائم، لكن أنا رح أخذ أحد هالتقسيمات من خلال دارة انتخاب التردد اللي بدي إياه، من خلال مجموعة من البتات رح أشوف أنه في عندي إمكانية لاختيار حالة من أصل 8 حالات لمقسم التردد، هي من خلال البتات clock select 02 حتى 00. هلا رح أعرض بالشكل التالي الدارة اللي رح استخدمها لحتى أختار واحد من الإمكانات التردد لأجل المؤقت عداد رقم 0 والمؤقت عداد رقم 1. طبعا كل وحدة عداد إلى مجموعة clock select 3 بتات رح توافق اختيار واحد من مداخلي ناخب معين. هلا رح نشوف هيدي الدارة بالتفصيل، وايضا رح اشوف شو المقصود باني اخذ اشارة بدون تقسيم تردد واخذ اشارة بعد تقسيم التردد. تبقى بهذا الشكل، اول شي رح اقول انه هذا الناخب المستخدم لحتى احصل على مصدر الإشارة إشارة الساعة لأجل التايمر 0، هون الناخب لأجل الحصول على مصدر غرز الساعة للتايمر 1. انتبه أنه في عندي 3 بتات، وهدول 3 بتات هنون 3 بتات ضمن مسجلات clock select 00 01 02. 3 بتات معناتها في عندي إمكانية لاختيار واحد من 8 حالات، لأنه في عندي 8 مداخل. بالنسبة للتايمر 1 في عندي 3 بتات من clock select 1 0 1 1 1 2، ايضا 8 حالات. هال 8 حالات شو هنن؟ الحالة الاولى لما يكون عندي 3 اصفار، راح اقول انه المصدر برات الساعة اللي راح استخدمه للمؤقت هو قيمته 0، بمعنى تاني ما في عندي اي اشارة ساعة ولن يتم اجراء اي عملية عد على هذا العداد. عندي الحالة 7 و8، بنتبه من وين جايين. عندي هون هيدي الحالة 7، هيدي الحالة 7 وهي خرج العاكس، وهي الحالة 8. بنتبه انه هيدا المصدر هو عبارة عن مصدر خارجي، مدخلتي 0 والمدخلتي 1. مدخلتي 0 عم شوف من خلاله أو رقم من خلاله الحواف اللي رح تجي على هذا المدخل، مع كل حافة رح عد عدة واحدة، معنى إشارة الكلوك رح تكون اللي رح توصل إلى العداد هي من مصدر خارجي وليس من مصدر دورات الساعة المستخدم مع المتحكم. إذن إذا اخترت هذا الخيار معناته عم أخذ الحافة الصاعدة، إذا اخترت هذا الخيار عم
أخذ الحافة الهابطة اللي عمليا عم تجيني من مصدر دورات ساعة خارجي وليكن خرج حساس ما. ضل عندي الحالات الباقية اللي هي عمليا خمس حالات هي في الواقع من ومشتقة من مصدر دورات الساعة الرئيسي للمتحكم. وشوف انه هالخطوط جاية انتبه انه هي من 10 بيت تايمر كاونتر بريسكيلر مقسم تردد ل مؤقت عداد، هذا مقسم تردد بعرض 10 بيت، انتبه هون 2 قوة 10 سوي 1024. انتبه هذا المقسم تردد اول شيء له مدخلين، مدخل الاول هو اشارة الكلوك، هو إشارة الكلوك اللي في الواقع راح يتم تقسيمها إلى أو على القيم 8 64 256 و1024. المدخل الثاني له هو المدخل كلير، انتبه أنه هذا البيت لما فعله راح يعمل بريسيت للبريسكيلر بريسكيلر ريسيت للمقسم التردد الخاص بالعداد صفر وواحد. عن هذا البيت رح شوفه موجود بأحد المسجلات وممكن من خلاله أعمل كلير لخرج هذا البريسكيلر، مع تاني رح يصير كل مخارجه أصفار. في حال ما عم أعمل كلير لهذا البريسكيلر راح تجي إشارة الكلوك على دخله، إشارة الكلوك على دخله وخرجه هو هالأربع تقسيمات للتردد، يعني هو إشارة الكلوك على 8، كلوك على 64، كلوك على 256، كلوك على 1024. طيب هلأ سبق وقلت أنه ضل عندي خمس حالات موجودة على هالنواخب، هذا الناخب للتايمر 0، ناخب للتايمر 1. انتبهوا لما بختار هذا المدخل، هذا المدخل راح يرجع عندي الى الكلوك اي او بدون تقسيم، او كاني عم اقول تقسيم واحد. لما بختار هذا المدخل انتبه انه عم يرجع عندي الى الكلوك على 8، انتبه اللي بعده هو كلوك على 64، جه هنا هذا الخط هو كلوك على 256، وهذا الخط هو كلوك على 1024. إذا من خلال هالدائرة الناخب وهالثلاث بتات الكلوك سيلكت ما راح أكون قادر على استخدام أو تمرير إشارة كلوك إلى تايمر كاونتر 0 أو تايمر كاونتر 1 بالنسبة لهالناخب. راح مرر إحدى هالقيم للتردد، برجع بقول تردد صفر معناتها ما في عندي عملية حد. هون عندي هالخطين، هون عندي حافة هابطة، هون حافة صاعدة مصدر خارجي، هون عندي إشارة الكلوك تقسيم واحد، كلوك تقسيم 8، كلوك تقسيم 64، كلوك تقسيم 256، وكلوك تقسيم 1024. لم يكن في عندي تقسيم على معامل لا يساوي واحد، أنا في الواقع عم أصاعد على هالإشارات من هيدا البري سكيلر. لو راح أقول أني وضحت شو يعني عم أخذ إشارة مع معامل تقسيم تردد 1 8 64 256 و1024. كان عم أقول هون صرت قادر على فهم شو يعني مصدر إشارة الساعة اللي عم يستخدمها العداد لحتى يعد، سواء كانت هالمصدر راح أقول متوقف أو خارجي أو داخلي من إشارة الكلوك المستخدمة مع المعالج للمتحكم. بعد ما عرفت مصادر دورات الساعة للعداد لازم أوضح شو يعني تقسيم تردد وشو تأثيره على العد. بالنسبة لي الحالة الموضحة رح أقول أنه أنا نستخدم المدخل كلوك
تقسيم واحد، بمعنى ثاني عم أخذ إشارة الكلوك اللي عم يستخدمها المعالج بدون تقسيم تردد. رح شوف إنه مع كل دورة ساعة عم يزداد محتوى العداد بمقدار واحد، TCNTN عم يزداد محتواه بمقدار واحد. إذا مع الحافة الصاعدة رح أقول إن كان عند الماكس ناقص واحد، الحافة الصاعدة التالية رح يزداد المحتوى إلى الماكس، الحافة الصاعدة التالية رح أرجع بعد الماكس إلى القيمة صفر. إذن هاي رح أقول مثلا بالتايمر كاونتر 0 مثلا وصلت إلى 255 ورجعت إلى الصفر، حافة الصاعدة التالية بوتوم زائد واحد. إذن رح أشوف إنه مع كل عدة أو مع كل حافة من حواف إشارة الساعة المستخدمة مع المعالج عم تغير محتوى العداد بمقدار واحد. هيدا الشيء يوافق مو pre-scaling أو كان أقول تقسيم تردد على واحد. انتبه إنه الخط هو clock IO على واحد، هذا ال clock IO للمعالج، محتوى العداد والتايمر overflow عم يتم عند نهاية العد، مع ثاني في نهاية العدة ماكس. هاي الحالة الأولى بدون تقسيم تردد. الشكل الثاني رح يوضح لي حالة تقسيم التردد على 8. انتبه انه بهذا الشكل اول شيء انا عم اخذ اشارة كلوك للعداد. اشارة كلوك للعداد مع كل حافة، مع كل حافة بنتبه انه من هالإشارة كلوك عم يزداد محتوى العداد بمقدار واحد. إذا ماكس ناقص واحد ماكس، رجعت إلى البوتوم، بوتوم زائد واحد، منتبه إنه بنهاية الماكس ظهر عندي مقاطعة تايمر أوفرفلو انترلود. لكن هاي الإشارة كلوك اللي هي في الواقع كلوك آي أو تقسيم 8 كيف عم أحصل عليها؟ منتبه إنه حتى أحصل على إشارة ساعة مقسمة على 8، بنتبه انه هاي دورة ساعة راح اقول انه هاي حافة صاعدة، حافة اولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، سابعة، ثامنة، انتهى عندي 8 ادوار ساعة، انتهى عندي 8 ادوار ساعة. انتبه انه مع دورة الساعة الثامنة ظهرت عندي الإشارة كلوك على 8 دورات ساعة تالية. بدورة الساعة الثامنة هون ظهرت عندي دورة الساعة الجديدة، 8 دورات ساعة من إشارة الكلوك الرئيسية ظهرت عندي دورة الساعة الجديدة. إذن هذا المقصود فيه إشارة الساعة وتردد إشارة الكلوك آي أو تقسيم 8، كل 8 دورات ساعة هون حتى تظهر دورة ساعة واحدة على إشارة الساعة المستخدمة مع العداد. إذن بهذه الطريقة رح أقول أني عملت pre-scaling، عملت تقسيم للتردد المستخدم مع المعالج، قسمته على 8، وبعد تقسيم على 8 مريت تردد جديد اللي هو رح يتم استخدامه مع دارة العداد. هذا هو المقصود بمفهوم تقسيم التردد أو pre-scaling. بهذا الشكل رح يكون صار عندي فكرة عن استخدام إشارة الساعة المستخدمة مع المعالج مباشرة أو بعد تقسيم التردد، وطريقة اختيار الإشارة المناسبة أو مصدر دورات الساعة المستخدم مع العداد حتى يقوم بعد بشكل متتالي. رح اكتفي بهذا المقطع لهون، رح بلش بالمقطع التالي بالمسجلات المستخدمة لضبط عمل الوحدة مؤقت عداد أو تايمر كاونتر، وبالتحديد رح بلش بالتايمر كاونتر 0.